أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نشرع إن شاء الله في الفصل الخامس من فصول المرحلة الأولى، وقلنا أن هذه المرحلة الأولى لها مزية خاصة، لها ميزة خاصة. شنو ميزة المرحلة الأولى؟ ميزة المرحلة الأولى أنها تعطي أحكاماً كلية. هذه الأحكام الكلية تتكئ وتعتمد وتعول عليها جميع المباحث الفلسفية. فإذا أراد شخص نقض وتهديم المطالب الفلسفية فعليه بتهديم المرحلة 12، لو المرحلة الأولى. المرحلة الأولى، وبعبارة أخرى أن هذا الكتاب كالسلم، من أراد أن يهدم وينقض مطالبه ويبطل مطالبه فعليه بالمرحلة الأولى، بنقض المرحلة الأولى. هذا الكلام واضح. الكلام الآن هو في المرحلة الأولى في الفصل الخامس. وصلنا إلى الفصل الخامس من فصول المرحلة الأولى. الفصل الخامس قال في أن الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب مشككة. تقدم الكلام سابقا في بحث الاشتراك المعنوي للوجود. قلنا الوجود المحمول على موضوعاته له حقيقة واحدة أم أن حقائقه متباينة؟ شنو الصحيح؟ له حقيقة واحدة، مفهوم الوجود له حقيقة واحدة، مفهوم الوجود له معنى واحد. واضح؟ مفهوم الوجود الواحد هو مشترك معنوي. فيأتي السؤال، هذا السؤال مهم جدا. لماذا؟ لأننا من خلال هذا السؤال ندخل إلى هذا الفصل. شلون؟ السؤال، نكتب سؤال: إذا كانت حقيقة الوجود واحدة، مفهوم الوجود واحد، من أين حصلت هذه الكثرة الوجودية؟ إذا مفهوم الوجود مفهوم واحد، الكثرة الوجودية بالخارج من حصلت؟ واضح؟ واضح الكلام؟ ومن هنا ما دام أن جوابنا يتكلم عن الكثرة الخارجية، من أين حصلت الكثرة؟ هي أساساً فرع شنو؟ الاختلاف والتمايز، صحيح؟ الكثرة، متى نقول أن هذا الشيء كثير؟ إذا كان هناك تمايز وكان هناك اختلاف، فلا بد أن نعرف أوجه التمايز. لا بد أن نعرف أوجه التمايز. ذهب المشاء، يعني الفيلسوف المشائي، منقول المشاء يعني مدرسة المشاء التابعة للشيخ الرئيس علي بن سينا رحمه الله تعالى. ذهبت هذه المدرسة إلى أن التمايز منحصر بالتمايز العامي،
أو ما يسمونه التشكيك العامي. تشكيك العامي لو تمايز عامي، لو تشكيك عامي. الصحيح هو تشكيك عامي فلسفيا يطلق عليه. شو يقولون؟ يقولون أوجه التمايز ثلاثة. الوجه الأول التمايز بالعوارض المشخصة، بعد واضح جدا عندما نقول عوارض المشخصة. لون، ها؟ لون، المتى، الكيف، الجدل، الفعل، الانفعال، الملك. تقول زيد ولد في كذا، مات في كذا، عمرو ولد في كذا ومات في كذا. هاي المتى. الأين، زيد من أهالي مكانه، وين مكان الأين مكانه، من أهالي كربلاء، عمرو من أهالي النجف. زين، وهكذا اللون، العشيرة، الشجاعة، العلم، الشهادة، التحصيل الدراسي، هاي كلها أوجه تمايز. هاي كلها أوجه تمايز. فالأول عوارض المشخصة التي تعرض على اليمن، على الماهيات. جيد. ثانيا التباين الجزئي، شنو التباين الجزئي؟ يعني نجد نوعين من الأنواع المندرجة تحت جنس من الأجناس، يعني دائرة كبيرة يسمونها جنس. الآن الشجر، شوف الشجر جنس، يعني دائرة واسعة له أنواع متعددة، النخل والرمان والزيتون وما شاكل ذلك. الحيوان جنس، دائرة كبيرة جدا يندرج تحتها، يعني شموليتها واسعة، استيعابها واسع. زين، لعدة أنواع يندرج تحته الذئب والثعلب والفرس والغزال وما شاكل ذلك. صحيح. الآن فلنأخذ الغزال والحصان، الفرس، شلون يحصل تباين جزئي بينهما؟ يشتركان في الجنس، يعني وين؟ في الدائرة الواسعة الحيوانية. هذا له حياة، حيوان يعني له حياة، كل ما له حياة يندرج تحت الحيوان. الغزال لها حياة فهي حيوان، والفرس له حياة فهو حيوان، فاشترك بالحيوانية اللي هو الجنس، واختلف بمن؟ بالفصل، الفصل المائز. الغزال حيوان باغم والحصان حيوان صاهل، هذا النوع. زين، وين حصل الاختلاف؟ بالفصل، بالمائز. وين حصل الاشتراك؟ بالجنس. فالآن التباين كلي لو جزئي؟ تباين جزئي، جزئي بجزء الماهية، التباين حصل بجزء الماهية. الثالث، النوع الثالث من التباين، النوع الثالث من التباين وهو التباين التام. هذا التباين التام وهو التباين الواقع ما بين الأجناس العالية، لأن أنت سمتوصل مثلا، شوف حيوان الفوق شنو؟ إنسان، زيد فوق إنسان، فوقه شنو؟ حيوان، يعني ما له حياة، فوقه جسم نامي، فوقه مطلق الجسم، فوقه الجوهر. الجوهر يعبرون عنه شنو؟ جنس عالي، جنس الأجناس. بعد ما فوقه لا يأتي فوقه
جنس آخر ما موجود هيك. يعني هذا متحقق؟ أي جوهر، الجوهر هو نفس الموضوع، واضح؟ تأتي إلى هذا اللون الأحمر مندرج تحته اللون الأحمر، اللون الأحمر مندرج تحت اللون، اللون مندرج تحت الكيف المحسوس، الكيف المحسوس مندرج تحت الكيف، الكيف هو جنس الأجناس، بعد لا يأتي فوقه جنس عالي. فالآن الجوهر والكيف يلتقيان بجنس معين؟ ما يلتقن، ماكو دائرة تشملهم، ماكو دائرة تشملهم، فالتباين يكون ما بينهما تباين تام. شن التباين تام؟ التباين تام يعني كالخطين متوازيين، مهما امتدى لا يلتقيان ابدا، هذا يسمونه التباين، يسمونه التباين التام. واضح الكلام؟ خوش. هاي الثلاثة أقسام راح نعبر عن التشكيك العامي، راح نعبر عن التشكيك العامي. زين، شنو من أهم خصائص التمييز العامي؟ أهم الخصائص التمييز العامي هو واقع ما بين الماهيات، يعني كل قيود ماهوية، مو قيود وجودية. شوف أنا جاي أسولف عن من؟ جاي أسولف عن الحصان الفرس وعن الغزال. الفرس والغزال هما شنو؟ حيوان. ماهيات؟ ماهيات. الكيف والجوهر ماهيات؟ الأعراض التي تعرض على زيد، الأعراض ماهيات. فإذا التشكيك العامي جميع قيوده قيود ماهوية، هذا يسمونه التشكيك العامي. بعد القيد الثاني، ما به الاشتراك، ما به الاختلاف، ما به الاختلاف هو غير ما به الاشتراك، هما يختلفان في شيء ويشتركان في شيء آخر إذا أكو اشتراك. مثل من؟ مثل الحصان والغزال، الفرس والغزال. نعم. لا بابا لا، نعم هناك بابا، هناك العبود يدي، هناك العب حبيبي. الفرس، الفرس والغزال يختلفان بشيء ويشتركان بشيء. ها دنش بيهن، يختلفان بالفصل ويشتركان بالجنس، والجنس غير الفصل. فما به الاختلاف هو الفصل، وما به الاشتراك هو الجنس، واضح؟ والفصل غير الجنس. هذا خوش، هذا افتهمناه؟ يبقى عندنا التشكيك العام الخاصي. التشكيك الخاصي إن شاء الله في الدرس القادم، بالدرس القادم راح نبينه، والحمد لله رب العالمين.